بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كايرو دار، وحشتونا قوي. عارف ان انتوا ابتديتوا في الامتحانات، في ناس قلقانة، ناس خايفة. انا بقول لك الخوف مش صح. انا اقلق على تعبي، اقلق على مجهودي، ده شيء كويس، لكن انا بقى خايف ومرعوب، ده مش كويس. انت ان شاء الله باذن الله امتحان الكيمياء لما هتدخل الامتحان وتمسك الورقة بتاعتك هتلاقي الامتحان 6 أسئلة، مطلوب منك انك تجاوب على 5. اول حاجة تعملها اول ما تمسك الورقة تقرأ 6 أسئلة كويس قوي، وتعلم كده على كل سؤال، بحيث انك تشوف اكتر 5 أسئلة انت تعرف تجاوبهم. يبقى انا في الاول هقرا الورقه كامله عشان اختار اكتر 5 أسئلة فيهم اجزاء كتير قوي انا هعرف اجاوبها، وان شاء الله هتعرف تجاوب على كل حاجه. طالما بتتعب وبتجتهد يبقى هتجاوب. بعد كده امسك السؤال الاول، لقيت فيه جزئيه صعبه شويه او عايزه مني تفكير، ما اقفش عندها بس اعمل عليها علامة كده تقول ان انا سبتها دلوقتي عشان ارجع لها تاني عشان ما انساهاش. يبقى انا ابتدي بالسهل واخلصه عشان الوقت ما يعديش مني. انت عارف ان الامتحان 3 ساعات من 9 ل 12، الثلاث ساعات دول ان شاء الله هيكفوا كويس قوي انك تجاوب على ال5 أسئلة وتراجع عليهم كمان. ولو فاض عندك وقت جاوب السؤال السادس، لكن ركز دماغك كلها في انك تجاوب ال5 اللي هيدوك ان شاء الله ال50 اللي احنا عايزينها. يبقى انا همسك الورقة اقراها، احدد اكبر عدد من الاسئلة انا بعرف اجاوب عليه، ابتدي امسك السؤال السهل اجاوب عليه الاول، والسؤال اللي عايز تفكير بعلم عليه علامة عشان ما يعديش مني. بعد ما بخلص، ويفضل ان كل سؤال يبقى في صفحة لوحده، يعني بجاوب على السؤال الاول بسيب له صفحة بسيب له 2 على حسب زي ما انت شايف الاجابة بتاعته، وما فيش سؤال بياخد اكتر من صفحة وشوية، وبعدين اجاوب. المعادلة بتاعتي اكتبها صح، اوزنها صح. في اجابات لما يطلب مني في سؤال يقول لي وضح بالمعادلات ماذا يحدث عند كذا، يبقى انا لازم هجاوب بالمعادلة. جاوبت بالمعادلة لوحدها خدت الدرجة، جاوبت بكلام بس من غير المعادلة خدت نص الدرجة، يبقى أنا أجاوب على كل حاجة. جميل. يبقى برضو أنا زي ما بقولك ما تخافش من ورقة الامتحان، اعمل اللي عليك، هتشوف المراجعة اللي احنا جايبينها لك إن شاء الله هنغطي لك بيها كل أجزاء المنهج مع الأسئلة اللي احنا متوقعينها. نبدأ مع بعض ونشوف. السؤال الأول بيقول ماذا يقصد بكل من الاتزان الأيوني والحاصل الأيوني للماء؟ افتكر معايا في الباب السابع كده كنا اتكلمنا على موضوع الاتزان الأيوني، وقلنا ان الاتزان الأيوني ده بيحدث في حالة الالكتروليت الضعيف. فاكر لما اتكلمنا على الالكتروليت وقلنا ان الالكتروليت ده هو عبارة عن محلول جاي لتوصيل الكهرباء، في منه الكتروليت قوي والكتروليت ضعيف. يعني ايه كلمة الكتروليت قوي؟ يعني تام التأين. اما الالكتروليت الضعيف فهو غير تام التأين. وفي حالة الالكتروليت الضعيف بيحدث الاتزان الايوني. يبقى الاتزان الايوني يحدث في الالكتروليت الضعيف بين مين ومين؟ بين الايونات والجزيئات الغير متأينة. ما احنا بنقول عليه تأين غير تام، يعني مش كل الجزيئات اتفككت. اما التأين التام فمعناها تحول كل الجزيئات الى ايونات. يبقى خلي بالي يعني ايه كلمة تأين غير تام؟ يعني تفكك بعض الجزيئات الى ايونات والبعض التاني ما بيتفككش. فالالكتروليت اللي التأين بتاعه غير تام بنسميه الكتروليت ضعيف، وهنا بيحصل اتزان الايوني. اما الحاصل الايوني للمية اللي احنا بنقول عليه الكي دبليو، يقول الحاصل الايوني للمية هو حاصل ضرب تركيز ايون الهيدروجين الموجب في تركيز ايون الهيدروكسيد السالب. وانت عارف ان الحاصل الايوني للميه بيساوي كام؟ 10 أس سالب 14. ليه؟
لان تركيز ايون الهيدروجين 10 اس ناقص 7 وتركيز ايون الهيدروكسيد برضو 10 اس ناقص 7. ما نوع الربطه في ايون الهيدرونيوم؟ افتكر معايا يعني ايه ايون هيدرونيوم، اللي هو ايون بينتج من ارتباط البروتون مع جزيء الميه. طب بيرتبطوا ازاي مع بعض؟ بربطه تناسقيه. طب ايه الروابط اللي موجوده فيه؟ طالما الهيدرونيوم بيجي من بروتون مع ميه، يبقى انا لازم اشوف الميه. الميه الرابطه اللي فيها اسمها رابطه تساهميه قطبيه، يبقى الرابطه داخل جزيء الميه اسمها تساهميه قطبيه، لكن بين جزيء الميه والبروتون اسمها تناسقيه. شوف سؤال تاني، ما المقصود بكل من التآصل؟ كلمة تآصل احنا قلنا معناها وجود العنصر الواحد في عدة صور تتفق في الخواص الكيميائية وتختلف في الخواص الفيزيائية، وقلنا ان التآصل بيحدث في اللافل الذات الصلبة. زي مين؟ زي الفوسفور والزرنيخ والأنتيمون. اما النيتروجين والبزموت فليس لهم صور تآصلية. ليه؟ لان النيتروجين غاز، اما البزموت فهو فلز ضعيف. الزيوت، الزيت هو عبارة عن استر ثلاثي الجليسريد، وكلمة استر معناها ان هو جاي من حمض مع كحول. الزيوت بتيجي من الاحماض الدهنية اللي هي الاحماض العالية مع الكحول اللي هو الجليسرول، كحول ثلاثي الهيدروكسيد، فبنسمي الاستر استر ثلاثي الجليسريد اللي هي الزيوت او الدهون. التحميص، التحميص ده في الباب الخامس، وقلنا ان التحميص معناه تسخين الخام بشدة في الهواء. طب ايه الهدف من التحميص؟ هدفين. اول حاجة ان انا باكسد الشوائب اللي موجودة في الخام، والحاجة التانية بزود نسبة الحديد في الخام. ازاي؟ بان انا بحول كل الخامات اللي عندي سواء ماجنتايت او ليمونايت او سيدرايت الى الهيماتايت. اشمعنى الهيماتايت؟ لسهولة اختزاله وزيادة نسبة الحديد فيه. ما المقصود بكشف الأسطرة؟ كشف الأسطرة أو تفاعل الأسطرة هو عبارة عن تفاعل حمض مع كحول عشان يكون إستر ومية. بس أنا عايز أقف عند كشف الأسطرة ده شوية، أو تفاعل الأسطرة. في تفاعل الأسطرة كان في شرط، الشرط بتاعه إن لازم يبقى موجود حمض الكبريتيك المركز. ما دور حمض الكبريتيك المركز في تفاعل تكوين الإستر؟ أو علل ضرورة وجود حمض كبريتيك مركز في تفاعل تكوين الإستر. حمض الكبريتيك دوره إن هو نازع للمية فيمنع التفاعل العكسي. التلبيد، التلبيد معناه تجميع حبيبات المسحوق الناعمة بتاعت خام الحديد في أحجام أكبر مناسبة للاستخدام. إحنا لما كنا بنعمل عملية تجهيز كنا بناخد الخام نكسره، بعد التكسير بنعمل له تلبيد. يعني ايه تلبيد؟ يعني باخد الفتافيت الناتجه من التكسير واجمعها مع بعضها في قطعه واحده عشان تناسب عمليه الاستخدام بعد كده. اشعه المهبط، اشعه المهبط سيل من الاشعه الغير منظوره. بتطلع امتى؟ بتطلع لما بنعرض الغازات اللي موجوده تحت ضغط منخفض الى فرق جهد عالي. وافتكر معايا كمان خواص أشعة المهبط عشان ما ننساهاش في المرة واحنا ماشيين. خواص أشعة المهبط ايه هي؟ اولا هي سالبة الشحنة، تسير في خطوط مستقيمة، لها تأثير حراري، تتأثر بالمجالات سواء كهربي او مغناطيسي، ولا تختلف باختلاف نوع الغاز او نوع مادة الكاثود، وده بيثبت انها تدخل في تركيب جميع المواد. نشوف سؤال برضو من الأسئلة اللي ممكن تجيلنا في ورقة الامتحان. سؤال: تخير من العمود ب ما يناسب العبارة في العمود ألف. يستخدم الميسان في إيه؟ بص على الاختيارات اللي عندك، هتلاقي إن الميسان بيستخدم في الحصول على الغاز المائي، وأنا جايبها لك برضو لأن دي من المعادلات المهمة. ازاي بتحصل على الغاز المائي او ايه هي استخدامات الالكانات؟ لو خدنا الميثان CH4 ومررنا عليه بخار مية عند درجة 725 درجة مئوية بيطلع COH2
الاثنين مع بعض بنسميهم الغاز المائي، خليط من اكسيد الكربون والهيدروجين. والغاز المائي ده اللي استخدمناه كعامل، افتكر معايا، الغاز المائي استخدمناه كمادة مختزلة في فرن، برافو، فرن مدريكس، لان احنا اختزلنا في الفرن العالي بالسي او بس، لكن في فرن مدريكس بالسي او والاتش 2. يستخدم اسيتات الصوديوم اللامائية في ايه؟ بص كده الاجابة، هتلاقي الاجابة موجودة عندك في تحضير الميثان. افتكر معايا تحضير الميثان وانا جايبه لك برضو، لما بنعمل تقطير جاف لاسيتات الصوديوم مع الجير الصودي. يستخدم البنزين في صناعة المبيدات الحشرية، وجايب لك المعادلة بتاعت التفاعل اللي هو البنزين مع الكلور في ضوء الشمس المباشر عشان يطلع الجامكسان اللي هو المبيد الحشري. يستخدم النيكل المجزأ، النيكل المجزأ بيستخدم كعامل حفاز عند هدرجة الزيوت. حمض الستريك، حمض الستريك موجود في الأحماض العضوية، وقلنا ده بيستخدم كمادة حافظة للخضروات والفاكهة. علل الأسئلة اللي بتجيلنا في الامتحانات. تستخدم الاسترات في الصناعات الغذائية. ايه دور الاستر في الصناعات الغذائية؟ الاسترات زي ما قلت لحضرتك بتنتج من تفاعل حمض مع كحول. اغلب الاسترات اللي موجودة ليها ريحة مميزة، ليها طعم مميز، عشان كده احنا بنستخدمها كمكسبات طعم ورائحة في الصناعات الغذائية. يبقى بتستخدم الاسترات في الصناعات الغذائية لانها تعمل كمكسبات طعم ورائحة. علل الخاصية الحمضية للفينول اكبر من الكحول او الايثانول. لما اتكلمنا على الكحولات قلنا ان الكحولات متعادلة التأثير، ولكن لها بعض الصفات الحمضية. بتظهر امتى وتبان امتى؟ لما فعلنا الكحول مع الصوديوم. ازاي؟ عشان الصوديوم حل محل الهيدروجين، فطلع ايسو اكسيد الصوديوم زائد هيدروجين، فهنا الكحول فقد هيدروجين، يبقى ليه صفة حمضية. لكن هل الكحول يعتبر من الاحماض؟ لا، اسف، الكحول متعادل التأثير عموما، ولكن تظهر له بعض الصفات الحمضية امتى؟ عندما يتفاعل مع فلز الصوديوم. لكن تعال شوف الفينول بقى. الفينول عبارة عن حلقة بنزين متصل بيها اتصال مباشر OH هيدروكسيد. طب حلقة البنزين دي بيقولوا عليها ان هي ساحبة للالكترونات، فعشان حلقة البنزين ساحبة للالكترونات بيتكون على حلقة البنزين شحنة سالبة، ويتكون على الاكسجين بتاع OH شحنة موجبة، والهيدروجين موجب، فالاكسجين موجب والهيدروجين موجب يحصل بينهم تنافر، فيسهل فقد ايون الهيدروجين الموجب، وبالتالي يعتبر الفينول اكثر حمضية. السؤال ده مهم جدا جدا جدا، عشان ساعات بيجيبهولي قارن بين حمضية الكحول وحمضية الفينول، او يقول لي علل الفينولات اكثر حمضية من الكحولات. هقول الفينولات اكثر حمضية ليه؟ لوجود حلقة البنزين الساحبة للالكترونات. علل لا يؤثر العامل الحفاز على التفاعل المتزن. العامل الحفاز لما اتكلمنا عنه قلنا مادة يلزم منها القليل، يعني ما بحتاجش منها الكميات كبيرة، مادة يلزم منها القليل. طب دورها ايه في الحياة؟ تزيد من سرعة التفاعل ولا تتغير. لما بصينا على قاعدة لوشاتيليه لقينا لوشاتيليه حدد مين هي العوامل اللي بتأثر على الاتزان. قال الضغط ودرجة الحرارة والتركيز. طب وما قلتش ليه والعامل الحفاز؟ اهو ده السؤال بتاعنا. لا يؤثر العامل الحفاز على التفاعل المتزن. ليه؟ اقول له لان العامل الحفاز يزيد من سرعة التفاعلين الطردي والعكسي بنفس المقدار، وبالتالي لا يؤثر على الاتزان. علم محلول كلوريد الحديد الثلاثي حمضي التأثير على عباد الشمس. انا عايزك برضو تمسك ورقة معاي وتكتب لي كلوريد الحديد الثلاثي ليه هو حمض التأثير. اعرفها ازاي دي؟ افتكر عندك موضوع في الباب السابع اسمه التميق، والتميق معناها ذوبان الملح في المية عشان يدي حمض وايه وكحول. احنا قلنا التميق عكس التعادل.
فلما تمسك كلوريد الحديد الثلاثي FeCl3 تعمل له تأيون بيتفكك ل Fe موجب و Cl سالب، والميه تحتيه كمان بتتأين. صحيح هي الكتروليت ضعيف لكن برضه بتتأين، هتتأين ل H موجب و OH سالب. تعال نجمع، هتلاقي ال Fe مع ال OH هيطلع FeOH/3 اللي هو هيدروكسيد حديد ثلاثي، ده قلوي ضعيف. عشان هو قلوي ضعيف او حمضه ضعيف يتجمعوا مع بعض ويفضل عندي مين؟ ال HCl. طب ال HCl ده حمض قوي، يعني ايه حمض قوي؟ يعني تام التأيون، يعني على طول بيتفكك للايونات بتاعته H موجب وCl سالب. فكل ما تدوب FeCl3 في الميه تركيز ايونات الهيدروجين تزيد، وبالتالي يعتبر المحلول حمضي. فاحنا كاتبين الاجابه لانه عند التميؤ يزداد تركيز ايون الهيدروجين الموجب. يشحن المحول الاكسجيني بالحديد الغفل المنصهر من الفرن العالي. افتكر معايا برضو المحول الاكسجيني احنا قلنا مكانه فين؟ قلت لك ان المحول الاكسجيني بيوضع بجوار الفرن العالي. ليه؟ لان الشحنه اللي انا بحطها جوه المحول الاكسجيني عباره عن الحديد الغفل المنصهر، والحديد الغفل المنصهر ده اللي بينتج من الفرن العالي. فلو انا حطيت المحول الاكسجيني بعيد عن الفرن العالي، يبقى على ما اخد الحديد اللي طالع من الفرن العالي وامشي بيه او انقله واروح بيه للمحول الاكسجيني يكون اتجمد. فبعد ما يتجمد يبقى لازم عشان احطه في المحول الاكسجيني لازم اصهره تاني، اسيحه تاني، فمحتاج طاقه. فبيوضع المحول الاكسجيني جنب الفرن العالي لتوفير الطاقة اللازمة لصهر الحديد. تعال نشوف سؤال من الاسئلة اللي لازم تجيلك. انت عندك السؤال الاولاني بيجيلك فيه ست اختار، ست جمل اختار، كل واحد عليه درجة. وبعدين الفقرة به من السؤال الاولاني بيقول لك وضح بالمعادلات كيف تحصل على، بيجيب لك اتنين وكل واحدة بتبقى عليها درجتين، يبقى اتنين في اتنين باربعة وستة اختار بستة، ادي العشر درجات بتوع السؤال. بين بالمعادلات الرمزية كيف تحصل على نيترو بنزين من البنزين. احنا طول السنة واحنا مع بعضينا بقول لك طالما انت بتاخد كيمياء يبقى لازم السؤال ده تفكر فيه صح. ده الرياضة بتاعت الكيمياء، ده التفكير، ازاي تحصل على النيترو بنزين من البنزين. طب قبل ما اقول لك ازاي نحصل عليها عايزك تقول لي هفكر فيه ازاي. انا بفكر في السؤال ده من الاخر للاول، يعني ايه؟ انا عايز ايه؟ عايز نيترو بنزين. طيب النيترو بنزين ده انت جبته منين؟ والله انا جبت النيترو بنزين لما فعلت البنزين مع حمض النيتريك. يبقى انا عشان احصل على النيترو بنزين لازم الاول يكون عندي بنزين. طيب هو هنا الراجل مديني البنزين فبيقول لي ازاي تجيب منه النيترو بنزين؟ هاخد البنزين واحط معاه حمض النيتريك المركز في وجود حمض الكبريتيك المركز برضه عشان يكون لي نيترو بنزين. مش صعبة لكن محتاجة منك انك تفكر صح، ازاي نحصل على النيترو بنزين من البنزين. طب السؤال التاني بيقول كيف تحصل على الاسيتامايت من الجلوكوز. الاسيتامايت ده اللي هو اميد الحمض، اميد الحمض كنا بنجيبه ازاي؟ من التحلل النشادري للاستر. طيب يبقى انا عشان اجيب الاسيتامايد لازم الاول يكون عندي استر وبعدين افعله مع النشادر. طيب هتجيب الاستر منين؟ الاستر جبته من حمض مع كحول، يبقى انا عشان اجيب الاستر لازم يكون عندي حمض او كحول. طب كويس، طب هتجيب الكحول منين؟ افتكر الكحول الايثيلي كده حضرناه ازاي؟ حضرناه من التخمر الكحولي للسكريات والنشويات، ومن ضمن السكريات والنشويات كان عندنا الجلوكوز. لما خدنا الجلوكوز وعملنا له عمليه تخمر كحولي فطلع الكحول الايثيلي اهو. ادي الجلوكوز اهوت اللي هو C6H12O6، عملت له تخمر كحولي بانزيم الزيميز فيطلع الكحول الايثيلي. الكحول الايثيلي ده
لو اكسبت جزء منه بيتحول لحمض الاسيتك، افعله مع بقيه الكحول الايثيلي في وجود حمض الكبريتيك المركز. اوعى تنساه حمض الكبريتيك المركز هنا نازع للميه عشان يمنع التفاعل العكسي، هيطلع استر اللي هو استر اسيتات الايثايل CH3COO C2H5. اخد الاستر ده اهو وافعله مع النشادر عشان يطلع الاسيتامايد. فكر في الاسئله صح، امسك ورقه وقلم واكتبها، شوف انت عايز توصل لايه. طب اللي انت عايز توصل له جبته منين؟ جبته من ده. طب ده جبته منين؟ جبته من ده، لحد ما توصل للبدايه بتاعتك. هسيبك دقيقه واحده وارجع لك تاني باسئله تاني نفكر فيها مع بعض. اوعى تروح في اي حته.